تجربته من غير ما اديك تكون عاملاه ما بقاش محسوب من ايامي، ومع الدكتوره الراقيه صفاء عبد الفتاح. انا سعيده النهارده ان انا في صالون استاذ رضا، وبامانه انا كل ما باجي الصالون انا بلاقي شعراء جداد وبسمع لاول مره ناس حلوه قوي. يعني انا بحس ان في تجديد عند الشاعر رضا، بامانه بحس ان في تجديد وفي روح حلوه. بس انا هتكلم في حاجه هي بره الشعر ولكن تخص الشعر، وهو حدث يمكن انا قريت عنه جديد. شاعره من الشواعر الشابات اللي هم كويسين جدا، انتقدت او اتضايقت. وانا سمعت الدكتور ساعه ما دخلته كان بيتكلم عن النجاح، مين بينجو مين بيرد بيرد، فانا يعني زعلت جدا ان يبقى بيننا ولو واحد يسيء للكل. فانا يعني ما اعرفش حتى هي كانت بتنتقد مين او بتاخد مين النهارده على صفحتها، ولكن يعني نحزن كسيدات ان يبقى في وسطينا مش هقول انسان لان هو يبقى اكيد خالي من الانسانيه. يعني احنا كلنا بنيجي هنا في صالون عندنا الكلمه الحلوه، اللي بيمدح مصر واللي بيمدح اقول ايه البلد وحبيبته وكل، ليه نخليها في شخصنا مش حلوه؟ ليه لما اسمع شاعر منكم ما احسش انه بيقولها لي وبيقولها لبنتي وبيقولها لام وبيقولها اي حد بلا تخصيص او بلا دناءة؟ انا يؤسفني ان انا النهارده لما قرات الشاعره حسيت ان كل اللي دخل وعلق لها على الشاعر ده انا عن نفسي ما اعرفوش، اني انا من الشاعره وما اعرفش مين هو، هي حتى هي كتبت اسمه لكن انا ما اعرفوش اجهله يعني، والحمد لله اني اجهله. يا كابتن رمز عندي الله اعلم، انتوا اللي هتعرفوه لاني انا فعلا ما اعرفوش، وسالت واتقال لي عنه بس ما عرفتش ده مين برضه. ولكن انا زي امكم ومع ذلك قابلني من النوعيات السخيفه دي كتير. محدش بيراعي سن ولا حد بيراعي ان احنا جايين بنحتفل ببعض، ان احنا بنسمع بعض بمحبه وود وكلنا نبقى اخوات واصحاب، وانا امك وانت زي ابني او زي اخويا او زي يعني الاصول نكون قد القعده دي، نكون كلنا نموذج يقول للعالم كله ان الشعراء احساس، احساس محترم مش احساس واطي، واحد عاب الكل، واحد يخلي الكل موطي. ليه الاصول كل اللي دخل وعلق للشاعره برده انه يرفض من اي صالون بتحضروه؟ الاصول لو كلكم عارفينه تقولوا ده ستوب ما يحضرش تاني، هي الوقفه اللي تخلي امثاله يرتدع، اللي تخلي النوعيات دي تقول لنفسها عيب لانها تتفضح، هيبقى شكلها مش حلو. احنا مش عدد كبير يا جماعه واحنا بنتقابل في صالونات كتير، في ثلاث ارباعنا بنروح نفس الصالونات، يعني بنتقابل باي وش يقابلني او نقابله او نرحب بيه وهو قذر. القذاره ملهاش اي مسمى غير انه ما ينفعش يكون في وسط عالم محترم. في ناس بتتكلم باحساس، بتتكلم يعني الشاعر ده كله احساس، ده عديم الاحساس ايا كان، هو نموذج وفي منه كتير. ولو عايزيني اسمي لكم بالاسماء هقول كتير. انا غريبه عليكم ومانيش في وسطكم ومانيش شاعره، ولكن صادفت نوعيات مش حلوه، مش قدير، مش محترمه. يا جماعه لازم نرفض الغلط. انا النهارده يمكن جايه مخصوص للشاعر رضا ابو شنب علشان استفزتني الشاعره اللي النهارده كاتبه نقد رهيب، وفي منكم كتير معلقين لها،
اتمنى يكون التعليق مش مجرد كتابه على الفيسبوك، ده دي كلام مش صح. اتمنى يكون الرب جوانا ومن داخلنا نقول للشخص ده وامثاله لو تعرفوه ما يدعش لاي صلاه، مش شرف ليكوا ولا يخصنا. اتمنى وانا بدعوكوا جميعا للجمعه القادمه عندنا بصالون ابدع ديوان الاستاذ ابراهيم الدسوقي، اتمنى كلكم تكونوا حاضرين، اتمنى حضوركم جميعا يشرفنا. انا عضو معاهم في صالون ابدع وبدعوكم نيابه عنهم كلهم. نعم الجمعه الجايه في قرطه ومفتوح حلويات وحاجات بس. طمعي الناس انت ان شاء الله ما تشكل. شكرا دكتوره صفاء، شكرا جدا.